أعزائي المشاهدين، أهلا بكم على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك. اليوم وفي إطار البرمجة الخاصة بالنقل الجوي والمطارات، يسعدنا أن نستضيف السيد خالد الشرقاوي، المدير العام للطيران المدني. أهلا وسهلا بك سيد الشرقاوي. أهلا وسهلا. تمت المصادقة على المدونة أو مدونة الطيران المدني، ما هي أهم الإجراءات التي جاءت بها هذه المدونة؟ ففعلا يعني بأن هذه السنة ديال 2016 يعني واحد السنة اللي مهمة، اللي تمت المصادقة على أول يعني مدونة ديال الطيران المدني في المغرب. يعني تقريبا عندنا يعني تشريعات، عندنا واحد المجموعة ديال التشريعات، والتشريع اللي مهم يعني كيرجع لسنة 1962. فما يعني رغم يعني المراجعة ديال هذا النص القانوني وكذلك إصدار واحد المجموعة ديال النصوص، إلا أنها ما كترقاش يعني المستوى ديال القانون. فهذا يعني كانت واحد المجهودات جبارة يعني من طرف الوزارة، اللي يعني الطرح يعني بالورط هذا إعداد هذا القانون والتقديم دياله يعني في المراحل دياله. والحمد لله يعني كان واحد المواكبة لا في البرلمان لا في مجلس المستشارين، كان واحد تجاوب كثير يعني على هذا المدونة، ويعني وكان تقريبا التصويت دياله يعني في الغرفة الأولى والغرفة الثانية بالإجماع. وهذا يعني كيعكس يعني مدى اهتمام ديال السادة البرلمانيين والسادة ديال المستشارين يعني بالطيران ديال في المجال ديال الطيران المدني. وهذا القانون هذا كيجي اولا بان يعني هو قانون شامل اللي يعني كيشتمل على جميع المجالات ديال اللي كتعكس يعني النشاط ديال الطيران المدني والنقل الجوي. ومن جهه اخرى يعني كيستجب لاخر يعني التعديلات والتوصيات اللي اصدرتها المنظمه الدوليه ديال الطيران المدني وكذلك الاتحاد الاوروبي. وهذه المدونه هذه كتمكننا بواحد التقارب تشريعي كبير يعني مع هذه المنظمه الدوليه وكذلك المنظمات الجهويه. وهذا القانون هذا مكننا يعني باش نقدروا ننصوا عليه بصفه يعني واضحه على يعني المحافظه على الامن والسلامة ديال الطيران المدني. وتم التنصيص بأن المغرب خصو يكون كيتوفر على واحد البرنامج وطني ديال السلامة ديال الطيران المدني وكذلك برنامج وطني ديال الأمن ديال الطيران المدني. فمن جهة أخرى يعني تم يعني يعني التنصيص على فتح يعني القطاع ديال الطيران المدني على المبادرة الخاصة. فحاليا يعني يمكن يعني القطاع الخاص باش يجي ويستثمر في مطار في مجال ديال المطارات، بناء واستغلال المطارات، وهذا يعني كيمكن يعني الرفع من الجودة ديال الخدمات ديال المطارات وكذلك يعني وحتى بالنسبة للتمويل يعني إشكالية التمويل، يعني كاين إشكالية ديال التمويل، وكاين يعني المسألة الأخرى هو يعني جلب يعني كفاءات جديدة للقطاع وواحد التدبير يعني بالمواصفات الدولية كما كتشوفوا يعني التطور ديال يعني ديال الأقطاب المطارية في العالم. فحنايا يعني إدخال هذا القطاع الخاص يعني الهدف منه هو الرفع يعني من مستوى المطارات ديال المغرب يعني لهذا المستوى ديال المطارات الدولية. وكذلك يعني كتعرفوا بأن المطارات هي الوجهة الأولى ديال السياح، يعني النقطة الأولى ولا النقطة الأخيرة ديال المغادرة، تكون وجهة مشرفة وتكون يعني خدمات يعني في واحد الجودة عالية. فمن جهة أخرى يعني تم التنصيص كذلك في هذا القانون على ضرورة المحافظة على البيئة والحد من الضجيج ديال الطائرات، وهذا يعني كيشكل يعني واحد حتى هو واحد التطور كبير في المجال ديال التشريع. وكاين مسألة أخرى هي يعني المطارات عندها واحد المحيطات ديالها، فلازم من المحافظة على المحيط ديال المطارات ويعني المحافظة على الارتفاقات ديال المطارات حتى يمكن هذه المطارات هذه تبقى يعني مفتوحة أمام حركة الجوية. فتم التنصيص على يعني حماية المحيط ديال المطارات والارتفاقات الجوية. كاين مسألة أخرى اللي هي يعني حماية ديال المستهلكين للمسافرين اللي كياخذوا يعني الطائرة، فكذلك تم التنصيص على شنو هما الحقوق ويعني والحالات اللي يمكن يعني يكون فيها التعويض ديال المسافرين. وكاين واحد يعني المسائل اخرى اللي كتعلق يعني في العقوبات ديال المتدخلين والعقوبات اللي كاينين يعني في المجال ديال الطيران المدني والنقل الجوي. وتم التنصيص على واحد الحاجه اللي مهمه هو استقلاليه الهيئه
اللي كتقوم يعني بتحقيقات في حوادث وعوارض الطيران حتى تكون يعني واحد الهيئه مستقله على المديريه حتى تكون يعني شفافيه وتكون يعني واحد يعني التدخل اللي يكون يعني ربما كيدخل في اطار الحكمه اللي كتبناها ايفيكتيفمون يعني كما قلتوا يعني الحكمه ويعني الشفافيه اللي خصها تكون يعني في القطاع ديال الطيران المدني. نعم، نمر الان الى جانب اخر له اهميه كبرى وهو التكوين. هل يتوفر المغرب على الكفاءات البشريه الكافيه لتطوير هذا القطاع؟ ففعلا يعني القطاع ديال الطيران المدني وهو القطاع اللي خاص ويعني وكيرتكز على واحد يعني النوع ديال التكوين اللي جد مهم والكفاءات البشريه. فيعني حاليا في المغرب يعني المغرب الحمد لله كيتوفر على واحد المجموعه ديال المؤسسات ديال التكوين، سواء يعني مؤسسات ديال او مدارس ديال عليا وكذلك يعني مدارس ديال التكوين ديال التقنيين، سواء يعني في القطاع الخاص او القطاع العام. فحاليا كنتوفروا على مجموعه ديال المدارس اللي كتكون المهندسين يعني في مجالات يعني اللي كتعلق او لا قريبه من المجال ديال الطيران المدني، وكنتوفروا على بعض المدارس اللي كتكون يعني الربابنه يعني حاليا في المغرب، ويعني المدارس اخرى كتكون يعني الموظفين والموظفات يعني اللي كيعملوا في مجال ديال الطيران المدني. وعندنا يعني مؤسسات ديال التكوين المهني سواء القطاع الخاص او القطاع العام اللي كتكون تقنيين يعني مختصين في يعني في مجال ديال الصيانه وصناعه ديال الطائرات. وهذه يعني هذا الجوده ديال المؤسسه ديال التكوين وكذلك الكفاءات اللي كنتوفروا بها هي اللي خلات واحد المجموعه ديال الشركات باش تجي تستقر عندنا في المغرب، يعني لبناء واحد المجموعه ولا ديال مصانع ديال صناعه الطيران، وكذلك يعني مجموعه ديال المؤسسات اللي جات ودارت يعني مراكز ديال الصيانه يعني في المغرب. وهذا يعني كيعكس يعني التطور ديال المغرب في هذا المجال، وكذلك يعني النوعيه ديال الكفاءات البشريه اللي كتوفر عليها المغرب. ومع العلم بان واحد المجموعه ديال الكفاءات الوطنيه اللي كتمشي كتعمل يعني في دول صديقه ودول اخرى، وهذا يعني كيشكل يعني واحد الاعتراف ضمني يعني بالمستوى والمهنيه ديال الكفاءات ديال المغرب. نعم، ذكرتم قبل قليل ان المديريه تحرص على تنظيم المعارض خاصه المعارض الدوليه. نظمتم مؤخرا المعرض الدولي لمراكش، مراكش اكسبو. تحدثوا لنا عن اهم ما جاء به هذا المعرض، يعني نتائج هذا المعرض. يعني بان يعني المعرض ديال مراكش ايرشو يعني ديال مراكش سميتو تم التنظيم ديالو يعني بمشاركه واحد المجموعه ديال المؤسسات وعلى راسها يعني القوات الجويه الملكيه ويعني الوزاره ديال الصناعه والتجاره والقطاع الخاص. فيعني كانوا هادو كاملين متدخلين يعني في تنظيم هاد التظاهره اللي هي واحد التظاهره جد مهمه بالنسبه للمغرب، لانها فرصة أولا يعني لعرض شنو هما المستجدات اللي كيعرفها القطاع ديال الطيران المدني في المغرب وكذلك يعني القطاع ديال الطيران بصفة عامة. وكتكون فرصة يعني لتنظيم واحد المجموعة ديال اللقاءات والندوات يعني مع الخبراء يعني الدوليين اللي كيعملوا في هذا المجال هذا. ثالثا هذا التنظيم ديال هذه التظاهرة يعني كيمكن يعني الجمهور ديال المغرب باش يجي يعرف اشنو هو يعني الطيران المدني منين كيتكون والطيران بصفه عامه باش كيتكون المتدخلين ديالو ويعني فين نوصل يعني المستوى ديال التطور ديالو. وقطاع ديال وهذا التنظيم ديال هذه المنتديات وهذه التظاهرات يعني كيكون فرصه يعني لعرض الفرص والمؤهلات اللي كيتوفر عليها المغرب يعني الشركات والمتدخلين في القطاع يعني، ونحاولوا ما امكن باش يجي ويستقروا عندنا في المغرب وخلق يعني مراكز يعني سواء ديال التكوين او الصيانه او ديال الصناعه ديال الطائرات. فهادو كلهم يعني من الاهداف اللي كتخلينا ننظموا هاد المعارض. والمعرض ديال 2016 كان واحد المعرض يعني ناجح بصفه يعني استثنائيه، اولا لعدد ديال العارضين اللي جاوا والعدد ديال الزوار، وكذلك يعني المجموعه ديال العروض اللي تقدمت يعني في السماء ديال مراكش يعني كان واحد سنه يعني متميزه. كذلك عرف حضور جماهيري كبير، واحد الحضور يعني دولي كبير يعني من اوروبا ولا من امريكا ولا من الشرق الاوسط وكذلك من دول افريقيا. فيعني كان الحمد لله يعني واحد نجاح كبير هذه السنه ديال 2016، وهذا يعني كيزيد
كيلزمنا وكيحمسنا باش يعني نوجدوا الدوره ديال 2018 يعني ان شاء الله تكون احسن ويعني يكون عندها واحد الواقع جد جد ايجابي في يعني في القطاع بالنسبه للمغرب. أكيد تنظيم هذه التظاهرات أكيد أنه هو يعطيكم فرصة لعقد مجموعة من الاتفاقيات والشراكات. تحدثوا لنا خاصة عن الشراكات مع الدول الإفريقية سواء داخل هذه المعارض أو يعني عند زيارتكم للدول الإفريقية أو غيرها. فيعني إحنا بالنسبة لنا في يعني في مديرية العامة ديال الطيران المدني يعني الشراكات يعني والاتفاقيات الدولية كتبقى يعني من الأولويات ديالنا لبلوغ الاهداف اللي سطرناها في استراتيجيه اجواء 2035. وافريقيا بالخصوص عندنا واحد الاهتمام خاص بها لنظرا اولا يعني للدور اللي كيلعبوا المغرب يعني في افريقيا من اقتصاديا واجتماعيا ودينيا الى اخره. فلازم يعني ما يكون الحضور ديال الطيران المدني مهم ومتواجد يعني في استراتيجيه ديال المغرب اتجاه نحو افريقيا. كما كتعرفوا بان يعني الدول الاوروبيه كمثال يمكننا نتنقلوا بالقطار او بالطريق يعني الطريق طرق السياره او الطرق. فبالنسبه للدول الافريقيه نظرا لبعد المسافات فكيبقى يعني النقل الجوي هو الوسيله يعني الانجع يعني للتنقل والربط هذه الدول هذه. ففي هذا الاتجاه كيجي التصور ديالنا بان لازم ما يكون عندنا واحد شراكات قويه مع الدول الافريقيه للتوقيع على اتفاقيات ديال النقل الجوي. وكذلك عندها يعني اهتمام خاص يعني في مجال ديال يعني الشراكه ويعني ولا التعاون التقني. فكنعرفوا بان الدول الافريقيه مازال عندها واحد المجموعه ديال الطريق اللي خصها تاخذوا باش يكون عندها واحد النقل قطاع ديال الطيران المدني والنقل الجوي يعني في مستويات ديال الدول. فهذا الاتجاه هذا يعني كنعملوا باش يعني يكون عندنا يعني واحد يعني تعاون تقني جد مهم يعني تبادل الخبراء تبادل المساطير تبادل يعني جميع يعني الكتيبات ولا وسائل العمل باش كنعملوا. فاحنا يعني كنعرضوها على الدول اللي بغى يستافدوا منها او لا ياخذوا منها البعض. وعندنا يعني شراكه يعني ديال تنظيم دورات تكوينيه اللي يستافدوا منها يعني الدول الافريقيه. وهذا كيمكن فرصه يعني تبادل الاراء والخبرات مع هذه الدول. وحنا مآمنين بان يعني الشراكه مع افريقيا ممكن الا يكون عندها واحد القيمه مضافه بالنسبه للمغرب. ونظرا يعني بان الدول الافريقيه دابا حاليا كلها كتسعى يعني لخلق شركات ديال النقل الجوي ويعني وتطوير يعني الكفاءات ديالها سواء في يعني في مجال تدبير المجال الجوي او مجالات اخرى اللي كترتبط بالقطاع الطيران المدني. فالمغرب في هذا الاتجاه هذا عنده يعني مؤهلات اللي يمكن وخبره ومؤهلات اللي يمكن يواكب يعني التطور ديال هذه الدول هذا. وهذا كيخلينا يعني باش نزيدوا نعملوا اكثر ونطوروا الشراكه ديالنا مع الدول الافريقيه. اذا سيد شرقاوي قبل ان نختم هذا اللقاء ما هي الرؤيه المستقبليه للمديريه؟ فيعني اولا يعني الرؤيه المستقبليه هو بان الاستراتيجيه ديال 2035 فهي استراتيجيه اللي كنخدموا عليها حاليا يعني لتفعيلها على ارض الواقع باش نشوفوا يعني التطور سواء في المطارات او في ناحيه النقل الجوي او من ناحيه يعني ديال جوده الخدمات ويعني والتطوير ديال المجالات ديال الاستثمار اللي مرتبطه بقطاع ديال الطيران المدني. هذا من جهه. من جهه ثانيه بان كنعملوا باش المغرب يعني يكون واحد يعني الارض ولا يعني ديال استقطاب ديال استثمارات قطاع ديال الطيران المدني سواء تعلق الامر يعني بتطوير المطارات بشراكه مع القطاع الخاص او لا يعني جذب استثمارات اللي كتعلق يعني في مجال ديال صناعات الطيران او لا صيانه ديال الطائرات. فهذا يعني واحد المجال كبير اللي كنخدموا عليه. مجال اخر اللي كنخدموا عليه حاليا ويعني اللي كنعملوا هو يعني تثمين الملك العمومي اللي فتحوا امام يعني الاستثمارات للقطاع الخاص يعني في المجالات الاخرى اللي كتعلق بالطيران المدني. وكنعملوا باش جعل يعني من المغرب واحد قطب جهوي في مجال ديال التكوين في مهن ديال الطيران المدني. فكما كنعرفوا بان الدراسات الدوليه ولا دراسات الشركات الكبرى يعني الخلاصه ديالها هو كاين واحد الخصائص
كبير اللي غادي يكون في عدد ديال المهن. نعم. وديال الكفاءات اللي كتعمل في المتعلقه بالطائره المدنيه. نعم. سواء الرابابين المضيفات او للمضيفين او للتقنيين والمهندسين. نعم. اللي كيعملوا في هذا القطاع، فيعني كاين خصص كبير وكاين. نعم. يعني واحد الطلب كبير اللي غادي يكون في السنوات المقبله نظرا للتطور ديال القطاع والعدد ديال الطلبات على ديال الطائرات اللي كاينين. نعم. فهذا يعني المغرب يمكن يعني يكون واحد الارض واحد الوجهه. نعم. مهمه يعني في التكوين ديال الكفاءات ديال اللي كتعمل في هذا الاطار هذا، ويمكننا يعني وهذا وكنعملوا باش هاد المؤسسات اللي يمكن يتخلقوا سواء في القطاع العام او للقطاع الخاص باش تكون منفتحه. نعم. على العالم وعلى الدول الافريقيه والدول العربيه. نعم. وكذلك الدول الاوروبيه اللي يمكن تجي وتكون يعني الكفاءات ويعني. نعم. الموارد البشريه عندنا هنا في المغرب. اذا نتمنى لكم التوفيق في مهامكم وفي كل هذه المخططات والاستراتيجيات، واشكركم على كل هذه التوضيحات والاجوبه التي قدمتموها لمشاهدينا. شكرا. مرحبا بك. أعزائي المشاهدين، شكرا على متابعتكم وإلى حلقة مقبلة بحول الله.